السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لكم تاني برضو تاني في منتجات أحسن حاجة نشتريها إيه. والنهاردة إحنا كنا عملنا فيديو قبل كده على العصاير، فالنهاردة أنا لقيت حاجات تانية كلها تقريبا مستوردة، هيت يعني حاجات جديدة. مصافي دي أنا أول مرة أشربها، والماركة برضو الأخيرة اللي هي عصير الجرانين دي أول مرة أجربها. ندوقها مع بعض ونجربها مع بعض ونشوف هتستاهل نشتريها ولا ما نشتريهاش. خليكم معانا. دي حاجة هي اسمها ايه، شركة اسمها شركة مصافي، وده عصير توت بري. خلاص اهي شركة مصافي وده عصير توت بري. انا بصراحة بحب الحاجات البرية دي، تخليكم معانا هنفتح هنشوف هيبقى لها طعم ولا لا. وده طبعا ب 47 جنيه، 47 جنيه وصناعته مصنوع في الامارات العربية المتحدة الشقيقة. خليكم معانا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريحته يعني هو مش مسكر، دليل على انه معمول كويس. يعني حاجة ما تكون مش مسكرة، ان هو مش حاطط عليها سكر كتير، يبقى هي حاجات طبيعية برضو شوية. حاسس ان هو كويس يعني. حاسس ان هو كويس، بس اما نعرف اما نوصل لايه نشوف اللي بعده نقدر نحدد بقى. والله كويس. الحاجات البريه دي كمان يا جماعه لها يعني يبقى لها ايه، لانها ما بتتحطش عليها اي مواد كيماويه، انا اعتقد كده يعني، ولا كيماوي ولا مبيدات ولا حاجات من اللي احنا عارفينها وبنحطها على المحاصيل بتاعتنا هنا. خليكم معانا نشوف الصنف اللي بعده ونشوف نقول له هينتصر في الايه في الجوله دي. طبعا يعني ران ديت معروف، يعني انا اعتقد ان اي حد في مصر او في الدول العربيه حتى هيبقى عارف الران دي. ران دي ماركه مشهوره جدا، وطبعا هي ما بتيجي في الازاز دي بتبقى عصير، اما بتيجي في الكنزات في الصغيره دي بتبقى ايه حبيبات. خليكم معانا بقى كده. وده خوخ، ده يعني راني بالخوخ. يعني هنشوف كده ونفتح ونشوف. بسم الله. هو دايما يقول لك رج الازازه كده يعني يكون فيها حاجه واقفه تحت، تبقى انت اهي استفدت. بسم الله. تقيل، هو الخوخ طبعا بيبقى ميزز كده وتقيل يعني. بسم الله. عادي، هو غني، هو غني، بس انا الحبيبات بتبقى احسن من الازازه دي. الحبيبات انت بتاكل حتة فاكهة، يعني تاكل حتة فاكهة جوه العصير، انما دي مش فيها فاكهة. اهي هي عصير بس، هي عصير بس خوخ. ودي ب 15 جنيه، طبعا فرق جامد بينها وبين ده. ده ب 47 جنيه ودي ب 15 جنيه، وايه وانتاج المملكة العربية السعودية. خليكم معانا في الصنف اللي بعده. الصنف هو اللي هو الأخير بقى اللي معانا. العصير ده اسمه جرانين او جرانين، اهي عصير تفاح اهو زي ما هو واضح قدامكم كده، عصير تفاح جرانين. وطبعا هو غالبا ده صناعه اوروبيه، يعني هو انا ما بصيتش عليه صناعه ايه بالظبط، يعني انا اعتقد ان هو اوروبي، يعني كتابه صغيره جدا ومش قادر مش واضحه يعني. انما انا اول مره برضو اجرب العصير ده واشوف. هنشوف هيعمل ايه. اولا هو ده الوقت مصافي هو اللي كسب، بس طبعا فلوس كتير، يعني ده ب 68 جنيه عشان اوروبي، انما ده مصافي ده يعني ب 47 جنيه وهو مكتسح الوقت عن الغاني. غاني مش حلو خالص، انما الجرانين ده يعني هنشوف هيستاهل ال 68 جنيه. ده رقم مش قليل يعني، غالي 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 يعني، هو ما يجيش 900 800 جرام يعني، 800 ملي. بسم الله. في ريحة التفاح، يعني في ريحة عصير التفاح مش ريحة التفاح. مش حلو، مش حلو خالص. العصير ده سيء جدا على الرقم اللي انا دفعته فيه،
الله يسامحهم بقى 68 جنيه يعني الناس المفروض ما تستوردوش يا جماعه العصير ده ما تجيبوش خالص، لان انا بصراحه يعني هو شكل هي ازازه بقى تاخدها تستخدمها بعد كده في اي حاجه، انما لا مش حلو، مش حلو خالص. اهو مش حلو، مش حلو خالص. المهم دلوقتي عشان احنا برضو ممكن حاجة تدوق كده عشان تقول لي رأيك، انا يعني انا ده طبعا المصافي ده هيبقى في الاول، والله الغاني ده احسن من ده، ايه رأيكم بقى؟ مع ان الغاني ده ايه؟ اه غاني احسن منه، احسن من ده، بس انا اللي حرقني انا، ما انا بقى لازم تقول السعر ده 48 جنيه 47 جنيه الاماراتي ده، وده 15 جنيه. اه لا مش حلو، هو مش حلو، ما مش حكايه ما هوش ما اعرفش ايه الناس دي نصابين ولا العسل بتوع اوروبا دول بنصب علينا والله. يعني انا المهم انا ده بقى ده اللي واخد يعني مصيبه، سعره طبعا مضاعف جدا، يعني على سعره ما يسويش خالص، ده يسوي له 10 جنيه. اي والله، واها وشركه اها والشركات اللي عندنا في مصر هنا تفوق عليه كتير، تتفوق عليه وبيست. اي والله احسن من الشركات دي، من ده انا اتخمت فيه يعني احنا برضو، بس احنا لازم اجيب انا لازم اجيب الحاجه دي عشان انا شخصيا استفاد منها، يعني انا يعني عشان انا ما بقى موجود بره مسافر، يعني احنا واقفين كده في مكان في حاجه بتقول لي عايزه اي حاجه احطها في بقي كده، حاسه ان انا عايز اشرب اكل اي حاجه، قلت لها هاتي بعتي لك بسكوت او اي حاجه من احنا عارفين. تمام، المهم يعني انا قمنا جايبين البرنجر اللي يعني اللي هو البسكوت عشان احنا عارفين. المهم خلصت الموضوع، يعني احنا بنستفاد، انا بستفاد من الفيديو يعني انا بستفاد من الفيديو، بستفاد منه ان انا ابقى عارف لما ادخل اشتري اروح اشتري ده ب 70 جنيه، ده ب 70 جنيه وسيء جدا، انا مش هشرب منه تاني، يعني انا مش هحطه في بقي تاني ده خالص، يعني هو هيفضل هنا اي حد بقى هو نصيبه بقى يشوف منه يشرب. الغاني احسن منه، احسن من ده، وطبعا ده متفوق، بس بالنسبه للسعر، بالنسبه للسعر ده 47 جنيه وغاني 15 جنيه واخد. تمام، ده بقى اللي ب 70 جنيه ده خبطه. طعم المسافر مش وحش. طعم المسافر ده مش وحش. احنا جبناه قبل كده يا حاجه؟ لا والله كان بتقلي. اعتقد ان انا جبته قبل كده بس، ولا انا مش نفس الشيء، كان نفس الازازه دي مش فاكر. حاجه سعودي مش ده. المهم يا جماعه انا مبسوط بالفيديو، اما تطلع حاجه وحشه وابقى عرفتها يبقى انا برضو كسبت واستفدت. المهم دلوقتي اتمنى من الله ان الفيديوهات تعجبكم بتاعت احسن حاجه دي وتفيدكم وتفيد ولادنا اللي بقوا مسافرين ويقعدوا يشتروا حاجات وكده، يشتري الحاجه اللي بتفيده، الحاجه اللي بتعود عليه بالنفع والحاجه اللي تبقى كويسه، وانا انا اصلا هستفاد ايه ان انا اقول ده الحاجه تطلع قدامي وحشه اقول عليها حلوه؟ لا انا بقول لك الحقيقه اللي انا شفتها. المهم يا جماعه لفوا في القناه يا جماعه، اللي ملففش في القناه عندنا فيديوهات زي ديت موجوده في القناه، وفيديوهات الطبخ وفيديوهات الاكل، لفوا في القناه وبصوا فيها كلها، القناه فيها الوقت داخل على 600 فيديو. تمام، واتمنى لكم كل صحه وعافيه، واتمنى لكم الخير، واشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.